بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن
إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا على أهل هذه القرية رجزا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين. صدق الله العظيم.